الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الحبيب المحبوب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذه الأيام المباركة وفي هذه الأيام العطرة ونحن نتفيأ عبير مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو مولد متأصل فينا ومتأصل بالإيمان وبالمحبة وبأهل التصوف وبأهل المعرفة والحقيقة الذين يعتبرون المدح النبوي هو أحد سلم الوصول إلى الترقي إلى الحضرة النبوية وإلى معرفة الذات الإلهية وإلى معرفة الحق عز وجل. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مدحه تكون مولده وتكون سيرته العطرة وتكون منهجه في الحياة. ولذلك كان ديدا أهل السودان المحبة ومعرفة كل معجزات الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الجانب قد من الله علي سبحانه وتعالى بكتابة الشعر، بدءا أن كانت الأغنية ومنها انطلقت بعد أخذ طريقتي والتصوف على يد أستاذي وشيخي نحيي روحه الطاهرة الجليل الشيخ عبد الباقي المكاشفي وكل خلفائه وخلفاء الطريق المكاشفية في السكينيبة والخليفة الفاتح في السجادة القادرية المكاشفية في الخرطوم. وكان لي لقاء محبب عظيم جدا بيني وبين الشيخ الجيلي، فقال لي: هل مدحت؟ قلت له: إن شاء الله أمدح. قال لي: بعد التصوف لابد أن يكون لك شأن في المديح النبوي. فكانت الكتابة للمديح النبوي. وبهذه الأيام يعني يتوقع الكثير بأن أكتب عن مولد النبوي. أصلا الكتابة متجددة ومتنوعة بكل مناحي حياتنا، والاحتفال بالمولد النبوي العظيم يعني بفضل الله تعالى كتبت فيه عدد من القصائد، ولكني يعني كان مفترض أن أحضر معي الديوان مطبوع واسمه يا عشاق نبينا الهادي نوصليه في المعادي، يا مولاي يا حي باقي خلق الكون وسبعة طباقي، بالتيسير ختمت أوراقي وللمختار تطير أشواقي، بثني القول عليه الراغي سمح السيرة طيب أخلاقي، نبيا فاغ للإشراق وحبي له من أعماقي، يا مكاشفينا أبقى دلينا ورفقتنا اللي بتعدل مينا، إن قرطارنا ويصدح لينا ويتقدمنا بيت أهلينا، ناوي وصول وحكي البي روح والله فاق والدي، قاضي الحاجة لو كان دي ومن أفضال وبملأ إيديا، طلبك يا الرسول إمدادي وفي الإحسان أفوق أجدادي، عامر الدار بنات وأولادي وكسبان ديما نادي جبلادي، بالقرآن ونحي السنة بالقرآن ونحي السنة وفي الأنوار طاب مسكننا، مضحك يا الرسول حسنا داخل جوفنا غير حسكنا، رايت سيادي فوق في سمانا منهجنا الرفع مسوانا، وكاشف البلجناح غطانا وفي سوح الحبيب لمانا، ابن الجيل كم درجنا وفوق للعالي بيه درجنا، من الرتبة ما جردنا وزاد أرباحنا لما جردنا، بهم يا الحبيب جيناك يا هم في حسبنا جناك، قال عبد الحليم في رجاك أضمنني نكون في حماك، صلاة الله عليك متوالي وبالتسليم تطيب أحوالي، يا أبو الزهر قدرك عالي وفيك والله كل آمالي، فيك والله كل آمالي، فيك والله كل آمالي. المحبة هي الاتباع وهي العمل وهي الرضا والقبول عند الله عز وجل. باب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقرب أبواب الوصول إلى الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك يعني أنا غاية وأنصح يعني كثير من أخواننا يعني الشباب، خاصة الشباب في هذا الزمان العجيب وانشغالهم بأجهزة التواصل، يعني حتى الواحد لو داير حاجة دينية داير حتى يعني يراها يشاهدها في التواصل. وأنا بقول يا جماعة العلم هو من الآذان من المشايخ إلى الصدور، من المشايخ إلى الصدور، قبل الآذان إلى الصدور. لذلك أهل المعرفة وأهل الحقيقة الله عز وجل في كتابه العزيز قال: الرحمن فاسأل به خبيرا.
ومجالسة العلماء ومجالسة الجليس الصالح ما تجدها إلا عند المشايخ وأهل التصوف، وهذا ليس تحيز وإنما عن تجربة خطها عن نفسي. فيعني الحمد لله ربنا أفادني كثير في مجال التصوف المديح النبوي، والحمد لله يعني تحدثا بنعمة الله عز وجل لي عدد من الفرق، وحي فرقة التقوى اللي هي كانت بداية انطلاقتي للمديح النبوي. هذه الفرقة بقيادة الأخ سامي أحمد حسين بحييهم، بدوا معاي من البداية حوالي الآن أكثر من 15 سنة في المديح النبوي، والحمد لله سجلت في عدد من القنوات والإذاعات.